اسمعني حاجه بقى من اللي كانت متاخده منك وراحت ممكن نغني آه. 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 هقدر ايوه هقدر بعد منك عيش وافكر في اللي جاي والعمر هندم على اللي راح غلطه ومش هكرر غلطتي وياك ولا ارجع لك في يوم في حد إرجع لي اللي راح نادر تلاقي زيي بس في زيك كتير من عشت معك بالبي اللي كان دايما مضحي كل حاجه وانت بتكافئ بجراح هقدر ايوه هقدر بعد منك عيش وافكر في اللي جاي ولا عمري هندم على اللي راح <تصفيق> <تصفيق> الله انا يعني انا بحب الاغنيه دي قوي يعني كنت, كنت عايزاك كمان تكملها الاغنيه حلوه قوي انا بحبها جدا برضو طبعا لانها كانت من اهم الحاجات على فكره الاغنيه دي من اكتر الاغاني اللي انا كنت يعني بجد كنت هغنيها لدرجه ان انا صرفت عليها توزيع ودخلت اللايفات و... وعملت كل حاجه وكنت ساعتها لسه تامر عاشور مش صاحبي قوي زي دلوقتي طبعا هو دلوقتي اكتر من اخويا كمان ما كنتش لسه اعرفه معرفه شخصيه جدا وكان قرار صعب جدا ان انا اتخلى عن اغنيه مهمه جدا في حياتي وصرفت عليها فلوس بجد كتير وخلاص مش واقف حاجه غير ان هي تنزل وتشوف النور ومره واحده الاقي ان انا اتحطيت في مقارنه ان انا طيب اديها لتامر عاشور واعمل بدلها ولا لا ولما عملت كده فعلا وديتها له وبجد كنت مبسوط ان هي راحت له لانه هو غناها حلو قوي 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 لما تعرفت عليه لقيته بجد يستاهل ان هو كان ياخدها وغناها حلو جدا والحمد لله شافت النجاح يعني وانت كمان بتغنيها دلوقتي بتغنيها حلو قوي تامر كمان من الاصوات القويه قوي آه يعني هو كمان نفس القصه بيلحن وصوته آه قوي قوي ما فكرتوش تعملوا حاجه مع بعض ان شاء الله بقى العكس هيحصل يعني انا لسه كنت بتكلم معاه والله قريب ان انا ان شاء الله عايز اخد منه انا حاجه ليا بقى اه هيلحن لك هو ان شاء الله, حاجة الله ان شاء الله والالبوم بتاعي اللي انا اللي انا ابتديت أعمله من أول 2018 بس كان فيه طبعًا لخبطة إنتاجية كتير وكان فيه عروض عندي وحاجات وافقت عليها بس ما كملتش لسه وفي حاجات يعني كانت مش عجباني فعشان كده ما تمش أي ديل يعني في موضوع الغنى والإمضاء. أنت مع شركة إنتاج هتبقى ولا لا لسه, هتنتج لسه لنفسك دلوقتي. المفروض؟ أنا كانت فكرة إن أنا أنتج لنفسي دي دي هي الفكرة القايمة يعني بس لقيت إن لازم في بيبقى شركه تعمل بوش معايا في الحاجات اللي انا عايزها يعني انا ممكن اعمل اغنيه كويسه جدا واعمل لها يعني الحاجات الفنيه ابقى مهتم بيها جدا لكن في حاجات اداريه مش اختصاصي